بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المتابعين، اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله بنتكلم عن احد التولز او الادوات المستخدمه في الهندسه الوراثيه. هنتكلم النهارده عن الانزيمات وعلاقتها بالهندسه الوراثيه. نشوف ايه انواع الانزيمات اللي بتاثر على الاحماض النوويه او بتعمل فيها تغيير. اول شريحه معانا هنا هوت موضحه ايه نوعيه الانزيمات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. أول مجموعة من الإنزيمات بسميها مجموعة النيوكليزيس، ودي إنزيمات بتعمل على كسر خيوط الحمض النووي سواء كان دي إن إيه أو آر إن إيه. طبعا أنا بتكلم عن الحمض النووي، هنا بيبقى شمال النوعين. لما هتكلم عن الدي إن إيه بخصصه، أو الآر إن إيه بخصص الكلام بالنسبة له. لكن بوجه عام يبقى النيوكليزيس دي ليها نشاط هدم أو تكسير للأحماض النووية، ممكن تكسره بالكامل، ممكن تعمل على إزالة جزء من الخيط اللي موجود عندي اللي يخص الحمض النووي. النوع الثاني أو المجموعة الثانية من الإنزيمات إنزيمات اللايجيزس، ودي نشاطها تعمل على إعادة ربط الخيوط مع بعضها من خلال إعادة تكوين الرابطة الفوسفودايستر بوند اللي اتكسرت. الكلام ده هيتضح قدام. بعد كده انه المجموعه الثالثه مجموعه البوليمريزس، ودي مسؤوله عن عمليه بناء نسخ من الجزيء سواء كان خيط بشكل كامل او بتملى فراغات موجوده عندي اتكونت داخل الجزيء. المجموعه الرابعه الموديفاينج انزيمز، ودي مجموعه من الانزيمات مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن يا اما بتضيف يا اما بتزيل المجموعات الكيميائيه الخاصه بالجزيء زي مجموعة الفوسفات على سبيل المثال. آخر مجموعة اللي هي توبو ايزوموريزس، ودي مش معنيين بيها قوي في الهندسة الوراثية، لكن مجموعة من الإنزيمات بتشتغل على المادة الوراثية. دورها إيه؟ دورها إنها بتكون أو بتزيل الحلزنة الفائقة اللي بتكون موجودة في جزيء الدي إن إيه. إضافة الحلزنة الفائقة طبعا عشان أقلل حجم جزيء الدي إن إيه، فبتتم عملية الحلزنة الفائقة لهذا الجزيء. طبعا أثناء عملية التضاعف أو عملية التناسخ أو الريبليكيشن بيحصل إن الحلزنة دي بيتم فكها، فالإنزيم اللي بيقوم بعملية الحلزنة أو مسؤول عن حدوث عملية الحلزنة أيضا له دور في فك هذه الحلزنة. وزي ما قلت إن هذه المجموعة من الإنزيمات ملهاش دور كبير قوي في مجال الهندسه الوراثيه، يعني مستخدمش بشكل كبير. نبدا نقعد بالنيوكليزس اللي هي انزيمات الهدم او انزيمات التكسير. هذه الانزيمات بتشتغل على ايه؟ انا عندي تركيب جزيء سواء كان الدي ان اي او الار ان اي، بيبقى عباره عن تتابع من النيوكليوتيدات، كل نيوكليوتيده ماسكه في النيوكليوتيد اللي وراها من خلال الرابطه الفوسفودايستر بوند اللي بتكون ما بين ذرة الكربون رقم 3 لجزيء السكر مع ذرة الكربون رقم 5 في جزيء السكر التالي ليه في النيوكليوتيد اللي بعده. هذه الانزيمات بتشتغل على هذه الرابطة، بتقوم بكسرها. زي ما حضراتكم شايفين هنا في الصورة، ادي جزيء السكر الموجود في النيوكليوتيد الاولانية، وادي جزيء السكر الموجود في النيوكليوتيد الثانية، فرابطة الفوسفودايستر بوند الموجودة ما بين النيوكليوتين هي دي اللي بيتم كسرها، وبالتالي لتنفصل النيوكليوتيدات عن بعضها اللي موجوده في نفس الخيط. بتنقسم هذه الانزيمات الى مجموعتين. المجموعه الاولى بسميها اكس نيوكليزس، بتقوم بالكسر او بالهدم من اطراف الجزيء. والمجموعه الثانيه مجموعه الاندونيوكليزس، بتعمل عمليه الكسر في الرابطه الفوسفودايستر بوند داخل الجزيء نفسه مش في الاطراف. طيب هنتكلم دلوقتي على امثله للاكس نيوكليزس. زي ما قلنا من شويه ان هذه النوعية من الإنزيمات بتعمل على إزالة النيوكليوتيدات واحدة تلو الأخرى من كلا طرفي خيطي جزيء الدي إن إيه عن طريق كسر الرابطة فوسفوثنائي الإستر الموجودة بين النيوكليوتيدات على نفس الخيط. بتبتدي تهدم الجزيء من الأطراف بتاعته. أمثلة هذه الإنزيمات عندي على سبيل المثال إنزيم بال 13. بيعمل ايه بال 13؟ بان هو بيزيل النيوكليوتيدات من كلا طرفي خيطي الدي ان ايه، بتزيل النيوكليوتيدات من كلا خيطي الدي ان ايه من كلا الطرفين، يعني بتشتغل
في كلا الجانبين في نفس الوقت. بتاكل ازاي؟ بتاكل بهذا الشكل زي ما حضرتك كده شايفين في الصوره، بتهدم الخيطين مع بعض في كلا الاتجاهين، فده البال 13. طيب مثال تاني، الايكولاي اكس نيوكليس 3، وده بيعمل لي على ازاله لطرف واحد من الجهه 3 شرطه. يعني هو بيشتغل الهدم بتاعه من جهه 3 شرطه الى جهه 5 شرطه، يبقى في الخيط العلوي هو شغال من جهه 3 شرطه، بياكل في النيوكليوتات، بيكسر لي الروابط الفوسفوتايستر بوند وبيفصل لي النيوكليوتات، ومن الناحيه الثانيه بيشتغل في الجانب العكسي بتاعه برضه من جهه 3 شرطه. المثال الاخير التي 7 اكس نيوكليز، وده بيعمل من جهه الطرف 5 شرطه، يبقى بيزيل النيوكليوتات من اتجاه 5 شرطه ذهابا الى 3 شرطه، وده برضه بيشتغل على كلا الخيطين في نفس الوقت. فدي ثلاث امثله للاكس نيوكليزس اللي بتستخدم في مجال الهندسه الوراثيه. ننتقل بعد كده لمجموعه الاندونيوكليزس. مجموعه الاندونيوكليزس زي ما قلنا انها بتعمل على كسر روابط الفوسفوداي استر اللي موجوده فين؟ داخل جزيء الدي ان ايه ما بين النيوكليوتيدات وبعضها. فلو ده جزيء دي ان ايه موجود عندي، فاللي بيحصل بيتم الكسر داخلي، فيبتدي يتهدم داخليا ويتكسر الى اجزاء صغيره. من امثله هذه النوعيه من الانزيمات اول مثال S1 اندونيوكليز، وده بيشتغل على الخيوط المفرده فقط للدي ان ايه. احنا عارفين ان دي جزيء الدي ان ايه ده عباره عن دبل ستراندد، فهو الاس 1 ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على السنجل ستراند دي ان ايه. فهنا على سبيل المثال زي ما باين قدام حضراتكم في الصوره، ادي سنجل ستراند دي ان ايه، فبيتم كسر هذا الجزيء داخليا، كسر رابط الفوسفودايستر بوند الداخليه الموجوده ما بين النيوكليوتات الداخليه في الجزيء، وبيتم هدمه بهذا الشكل بفعل الاس 1. طيب في المقابل لو انا عندي دبل ستراند دي ان ايه بس في جزء فيه نك، نك ديت اللي هو جزء مكسور، جزء مفقود من احد الخيطين، الخيط المقابل سليم، فيجي الاس 1 يعمل ايه؟ يقوم داخل في المنطقه اللي حصل فيها الجاب ديت او حصل فيها النك ديت ويكسر لي الخيط المقابل، فكده برضه بيشتغل على سنجل ستراند، ما بيشتغلش على دبل ستراند. ففي الحاله دي بيزل لي ان النيوكليوتيدات المقابله لي الجاب اللي موجودة عندي في الخيط، وبالتالي بيقسم لي الخيط أو بيفصله لي. النوع الثاني من الاندونيوكليزس دي أوكسي ريبونيوكليز 1 اللي هو الدي ان ايز، وهذا الانزيم بيشتغل على الدي ان ايه فقط، وده بيشتغل على هدم الخيوط المفردة والخيوط المزدوجة أيضا في الدي ان ايه، وبالتالي هو ده المسؤول عن تكسير الدي ان ايه. بالإضافة إلى انزيم ريبونيوكليز ايه اللي هو ار ان ايز ايه، وده بيشتغل فقط على الار ان ايه، وبالتالي برضه بيعمل له هدم وبيعمل له تكسير. هنا الصوره قدامنا ده الدي ان ايز 1، فهنا بيكسر لي جزيئات الدي ان ايه داخليا، وبالتالي بايه بيقسمها لي لاجزاء اقل وبعدين بتتهدم بعد كده. طيب ده بالنسبه للدبل ستراندد، بيشتغل على السنجل ستراندد بنفس الطريقه برضه، وبالتالي بيكسرها لي الجزيئات المفردة من الدي ان ايه الى اجزاء اقل. بالنسبة للار ان ايز زي ما احنا عارفين الاساس عندي في انزيمات النيوكليزس بتشتغل على الفوسفوداي استر بوند، وبالتالي بتحللها لي مائيا فتتكسر الفوسفوداي استر بوند هنا، وبالتالي وبيطلع عندي النيوكليتين ايه منفصلتين عن بعض، بيفصلهم لي عن بعض، وده طبعا انزيم موجود في حاجات كتيرة جدا في حياتنا وبيشتغل مباشرة على الار ان ايه، وده بيعتبر العدو الرئيسي او الاساسي للار ان ايه اللي بيتم عزله معمليا، وده بيبقى له احتياطات كبيرة جدا عشان امنع الار ان ايز انه يكسر لي الار ان ايه اللي انا بعزله. بعد كده عندي في مجموعة من الاندونيوكليزس بسميها ريستريكشن اندونيوكليزس، ودي مجموعة من الانزيمات كبيرة جدا، وهي دي اللي بنستخدمها في تقطيع الدي ان ايه وعمل شغل الهندسه الوراثيه. طبعا مقسمه هذه الانزيمات الى ثلاث فئات، الفئه الاولى بسميها تايب 1، الفئه الثانيه بسميها تايب 2، والفئه الثالثه بسميها تايب 3. لو تلاحظوا حضراتكم انا مرتبهم هنا تايب 1 وبعدين تايب 3 وبعدين تايب 2. تايب 1 وتايب 3 ما لهمش اهميه كبيره في مجال الهندسه الوراثيه، بيستخدموا في مجال ضيق جدا. لكن الاشهر والاكثر انتشارا والمعروفة جدا هي التايب 2، الفئة الثانية من هذه الانزيمات.
اللي بسميها ريستريكشن اندونيوكليزس او ريستريكشن انزيمز، اللي هي انزيمات القطع اللي بتقطع لي في الدي ان ايه وابتدي اقطع فيه زي ما انا عايز، وابتدي اعمل بقى ادخال الدي ان ايه جوه فيكتور والحاجات دي كلها زي ما هنشوف قدام ان شاء الله. بالنسبه للفئه الثانيه ليها عدد من الخصائص، ايه خصائص الفئه الثانيه دي؟ اشمعنى الفئه الثانيه دي اللي احنا بنستعملها؟ اول حاجه مصدرها جايه منين؟ تم عزلها من انواع مختلفه من البكتيريا. طب هي موجوده ليه في البكتيريا اذا كانت هي اصلا بتهاجم الدي ان ايه؟ فده سؤال. في الحقيقه ان البكتيريا ليها اعداء. الاعداء اللي بتهاجم البكتيريا ايه؟ الفيروس اللي هو الفاج. فالفاج بيهاجم الخليه البكتيريه وبيحقن مادته الوراثيه داخلها ويبتدي يطوعها لصالحه انها تنفذ له الاوامر اللي هو محتاجها عشان تنتج له البروتينات وجزيئات الدي ان ايه الخاصه بالفيروس بحيث تعمل له اكثار. فطبعا ده على حساب حياه الخليه البكتيريه. فموجود داخل الخلايا البكتيريه انزيمات كوسائل دفاعيه تحمي نفسها من اي دي ان ايه غريب يخش لها، هي ما تعرفوش او بيمثل ليها خطر، بيكون خطر على حياتها. وبالتالي هذه الانزيمات بتستخدمها البكتيريا في تكسير جزيئات الدي ان ايه الغريبه. ده بالنسبه لمصدر هذه الانزيمات. النقطه الثانيه الوظيفه، وظيفتها ايه؟ بتعمل على تكسير جزيء الدي ان ايه من الداخل فقط، ما فيهاش نشاط اكس نيوكليز، لا دي بتشتغل اندو نيوكليز فقط. الخاصيه الثالثه طبيعه الجزيئات اللي بتشتغل عليها هذه الانزيمات هو الدي ان ايه المزدوج فقط، يعني ما بتشتغلش على السنجل ستراند دي ان ايه، لازم يكون دبل ستراندد دي ان ايه. طب ار ان ايه ما تشتغلش على الار ان ايه، تشتغل على مين؟ تشتغل على الدي ان ايه فقط. رابع نقطه درجه تخصصها، هذه الانزيمات متخصصه، درجه التخصص بتاعتها بتتفاوت من تخصص بسيط او يعني قليل الى عاليه التخصص. من خلال ايه؟ طبعا كل انزيم يبقى له تتابع معين بيقطع فيه ما بيقطعش في غيره، ومن هنا بتيجي درجة التخصص بتاعت الإنزيم. المكان اللي بيتقطع فيه داخل الدي ان ايه، يعني تتابع القواعد اللي موجود داخل الدي ان ايه اللي بيتعرف عليه هذا الإنزيم عشان يقطع فيه بسميه ريكوجنيشن سايت، موقع أو مكان التعرف الخاص بمين؟ خاص بالإنزيم. وزي ما قلنا من شوية إن درجة التخصص دي بتتباين ما بين الإنزيمات حسب عدد القواعد اللي موجودة في الريكوجنيشن سايت الخاص بهذا الإنزيم، يعني في عدد القواعد الموجودة في التتابع اللي بيتعرف عليه الإنزيم. فطبعا كل ما زاد عدد القواعد اللي بيتعرف عليها الإنزيم كل ما بتبقى درجة التخصص للإنزيم أعلى. فعلى سبيل المثال لو عندي التتابع CGATCG ده موجود، ده عبارة عن 6 قواعد بيتعرف عليها إنزيم اسمه PV1 فبيقطع فيه. في المقابل في انزيم اخر اسمه بي في يو 2 بيتعرف على تتابع شكله عامل ازاي، سي اي جي سي تي جي. الاختلاف زي ما حضراتكم شايفين في ترتيب القواعد، هم ال6 قواعد اللي فوق هم ال6 قواعد اللي تحت بس الترتيب بتاعهم مختلف. فهنا البي في يو 1 يقطع في التتابع الخاص بيه اللي هو بالاحمر دوت، لكن ما يقطعش في التتابع الخاص بالانزيم الثاني البي في يو 2 والعكس بالعكس. فهنا في تخصص عالي للانزيم. من ضمن التخصص برضو ان الانزيمات بتختلف عن بعضها في اطوال التتابعات التعرف عليها زي ما احنا قلنا من شويه. فمثلا في عندي انزيم بيتعرف على تتابع مكون من 4 قواعد زي انزيم ساو 3A، ده بيتعرف على التتابع جي اي تي سي كل ما يلاقيه يقطع عنده. بينما في انزيم تاني اسمه اليوان، ده التتابع الريكوجنيشن سايت بتاعه مختلف عن التتابع الثاني عباره عن اي جي سي تي، فكل ما بيتواجد عندي هذا التتابع يقطع فيه هذا الانزيم. فهنا الريكوجنيشن سايت بتاع هذه الانزيمات كم؟ عباره عن 4 قواعد فقط. بعض الانزيمات الاخرى بيكون التتابع الخاص بالتعرف بيه عباره عن 5 قواعد وممكن يبقوا 6 وممكن يبقوا 8 وهكذا. فبنأكد على معلومة ان كل ما يزيد عندي عدد القواعد اللي داخلة في الريكوجنيشن سايت بتاع الانزيم كل ما بتزيد درجة تخصص الانزيم. بعض الانزيمات بيبقى التتابع الخاص بيها تتابع عام. يعني ايه تتابع عام؟ المثال بتاعنا الانزيم هنف 1،
ريكوجنيشن سايت بتاعه عباره عن ايه؟ جي اي وبعدين ان تي سي. هنا الان ديت بتفهمني او بتقول لي ان اي قاعده اتوجدت في النص سواء كانت الاي او الجي او السي او التي كده الانزيم ده بيشتغل على هذا التتابع. المهم عندي مين اللي هم القاعدتين الموجودين على يمين الان والقاعدتين الموجودين على شمال الان، جي اي ان تي سي. الان هنا بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن اي قاعده من القواعد اللي داخله في تكوين الدي ان ايه، فممكن تبقى عندي اي او جي او سي او تي. الفيصل عندي اللي هم القاعدتين الموجودين على يمين الان والقاعدتين الموجودين على شمال الان. زي ما قلنا قبل كده كل ما بيزيد عدد القواعد في تتابع تعرف الانزيم ريكوجنيشن سايت دوت كلما زادت درجه تخصصه. طيب ايه تاني؟ عندي من ضمن الخصائص شكل القطع الناتج بعد استخدام الانزيم. ففي عندي انزيمات بتقطع جزيء الدي ان ايه اللي هو الدبل ستراند، خلي بالكم الانزيمات دي بتشتغل على الدبل ستراند بس. شكل القطع الناتج من استخدام الانزيم نوعين من الاشكال. الشكل الاولاني يبقى بيديني نهايات غير متساويه الاطراف، الشكل زي ما هو قدام حضراتكم مثلا الايكو ار 1 قطعنا بيه التتابع دوت، قواعد اللي هي باللون الاحمر ده الريكوجنيشن سايت بتاع الانزيم، المنطقه اللي بيقطع فيها الانزيم. فهو بيقطع هنا في الايكو ار 1 على سبيل المثال ما بين الجي والاي، طيب بيقطع في الخيط الاول ما بين الجي والاي هنا، وبيقطع في الخيط المقابل في بين الجي والاي في المنطقه ديت. وبالتالي ناتج القطع بيبقى عندي نهايات غير متساويه بالنسبه لنفس الخيط، و بسميها ستيكي اند او كوهيسيف اند. يبقى في هنا المعنى بتاعنا ستيكي اند نهايات لزجه او كوهيسيف اند ده معنى اخر لهذا المصطلح. النوع الثاني من الانزيمات اللي هو بيقطع في كلا الخيطين عند قاعده معينه ما بين قاعدتين، زي ما هو قدام حضراتكم كده الالي 1 بيقطع ما بين الجي والسي، وبالتالي ناتج القطع عندي هيبقى اطراف متساويه او نهايات ذات اطراف ايه متساويه، بسميها بلانت اند او فلاش اند. يبقى كده في انزيمات بتعمل لي كوهيسيف اند او ستيكي اند، وانزيمات اخرى بتعمل البلانت اند او الفلاش اند. ايضا من ضمن خصائص هذه الانزيمات انه بينتج عن القطع نهايات غير متساويه، يمكن ان تتشابه هذه النهايات ما بين انزيم واخر. طب على سبيل المثال عندي مثلا انزيم زي بام اتش 1 بيقطع ما بين الجي والجي في التتابع اللي موجود قدامنا ده، ده الريكوجنيشن سايت بتاعنا، يبقى جي جي اي تي سي سي، فبيقطع ما بين الجي والجي. ناتج القطع ايه؟ طبعا نهايات غير متساويه، فبيكون في خيط الجي اي تي سي موجوده عندي في طرف الخيط. مثال تاني انزيم زي بيجل 2. انزيم البيجل 2 بيقطع في التتابع او الريكوجنيشن سايت بتاعه عباره عن اي جي اي تي سي تي، التشابه موجود هنا هو ما بين البام اتش 1 ده الريكوجنيشن سايت بتاع البام اتش 1 والريكوجنيشن سايت بتاع البيجل 2، هم الاربع قواعد اللي انا بشاور عليهم دولت اللي هم الجي اي تي سي. وبالتالي ناتج القطع برضه هيطلع عندي جي اي تي سي مشابه لنفس الناتج القطع بتاع مين؟ بام اتش 1. بالاضافه الى انزيم اخر اللي هو ساو 3 اي بيقطع عند اربع قواعد قبل الجي، فيبقى عندي جي اي تي سي نفس السيكونس اللي موجود عندي هنا في الانزيمات الثانيه اللي هو الريكوجنيشن سايت بتاع الانزيمات الاخرى، بغض النظر عن نوع القاعده اللي هي قبل الجي. ففي الحاله ديت بينتج للقطع ده برضه جي اي تي سي. فهنا ده مثال واضح جدا بيبين لي انزيمات مختلفه ناتج القطع بتاعها بيكون هو مفيش اختلاف ما بينها. طبعا الجزئيه دي او المعلومه دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني بعد كده لو انا عايز اعمل ليجيشن، عايز ادخل قطعه دي ان ايه في فيكتور وكلام من ده، فبتبقى الامور دي كويس ان انا ابقى عارفها علشان بتسهل لي او بتيسر لي عمليه الادخال بتاعه قطعه الدي ان ايه داخل الفيكتور على سبيل المثال. اخر خاصيه
الخاصية السبعة تسمية الإنزيمات. الإنزيمات دي اتسمت إزاي؟ إحنا قلنا في الأول إن الإنزيمات دي مكان وجودها أو مكان إنتاجها الخلايا البكتيرية، وبتستخدمها لحماية نفسها من هجمات الفيروس، بتكسر بيها الدي إن إيه بتاع الفيروس، وبالتالي كل بكتيريا تم عزل إنزيم منها الإنزيم اتسمى باسمها. على سبيل المثال إيكو آر 1 ده معزول منين؟ ده معزول من بكتيريا الإيكولاي. طيب التتابع اللي بيتعرف عليه الريكوجنيشن سايت بتاعه اسمه ايه؟ اسمه جي اي اي تي تي سي. طب نوع النهايه اللي بتتكون بعد القطع، شكل النهايه اللي بتتكون عندي بعد القطع هي ايه؟ ستيكي اند، اللي هي نهايات غير متساويه. بام اتش 1 مثلا معزول من بكتيريا الباسيلس، والتتابع بتاعه جي جي اي تي سي سي، وبرضه بيديني ستيكي اند. وبالتالي دي كلها انواع من الانزيمات والبكتيريا المعزوله من هذه الانزيمات. على سبيل المثال ناخد الانزيم مثلا بيعمل لي بلانت اند، فانا عندي البي في يو 2 معزول من البروتيوس، خلاص فدوت بيع ايه الريكوجنيشن سايت بتاعه بيقطع ما بين الجي والسي، وهنا في الحاله دي بيديني بلانت اند. انزيم تاني مثلا بيديني بلانت اند زي اليو 1 معزول من الارثروباكتر، والتتابع ريكوجنيشن سايت بتاعه هو عباره عن اربع قواعد بس، اي جي سي تي، واديني برضه بلانت اند. زي ما باين قدام حضراتكم في الجدول عدد من الانزيمات والبكتيريا المعزول منها والريكوجنيشن سايت الخاص بيها ونوعيه القطع شكله عامل ازاي. طبعا عدد الانزيمات دي كبير جدا، كل بكتيريا بنلاقيها فيها هذه الانزيمات بنعزل هذه الانزيمات منها، وبالتالي بيبقى في تخصص لهذه الانزيمات. فعدد هذه الانزيمات التايب 2 ده بالذات عدده كبير جدا، وهو ده اللي انا بستخدمه في عمل الكلوننج الخاص بالهندسه الوراثيه. المجموعه الثانيه من الانزيمات مجموعه انزيمات الربط او اعاده الالتحام، ودي بسميها لايجيزس، دورها عكس دور النيوكليزس. النيوكليزس بتهدم بتكسر الفوسفودايستر بوند، اللايجيزس بتعيد بناء الفوسفودايستر بوند بين جزيئات السكر في النيوكليوتيدات المتجاوره زي ما هو باين قدام حضراتكم اهو. ادي النيوكليوتيده الاولانيه فيها مجموعه او اتش حره على النهايه 3 شرطه في جزيء السكر، وتيجي عندي النيوكليوتيده اللي بعديها فيها مجموعه فوسفات على ذره الكربون رقم 5 في جزيء السكر، بيحصل اعاده ربط تكوين الربط الفوسفودايستر بوند في وجود الاي تي بي او الناد على سبيل المثال كمصدر للطاقه، وبيطلع عندي البيروفوسفات، وبعدين تتربط الرابطه بتاعتي اللي هي الفوسفودايستر بوند ما بين الايه النيوكليوتيدتين المتجاورتين. ده الشكل الكيميائي بتاع التفاعل. هنا على مستوى الجزيء هنا في كسر في الرابطه بتاعت الفوسفودايستر بوند نتيجه باستخدام الدي ان اي لايجيز، يبدا يعيد تكوين الرابطه مره اخرى. ده على مستوى كسر واحد في خيط واحد، او على مستوى كسرين موجود في الخيطين. وفي الحاله ديت برضه الدي ان اي لايجيز بيعمل الموضوع ده، يعني بيشتغل على السنجل ستراند بريك الكسر السنجل ستراند، وبيشتغل على الدبل ستراند. انواع اللايجيزز، انواع اللايجيزز في عندي نوعين نشتغل بيهم في الهندسه الوراثيه. التي 4 لايجيز من اسمه انه مصدره الفاش تي 4. الانزيم ده من خصائصه ان له القدره على ربط جزيئات الدي ان ايه ذات النهايه متساويه الاطراف وايضا النهايات غير متساويه الاطراف. يبقى هنا اهوت لو النهايات بتاعتي متساويه الاطراف زي ما باين قدام حضراتكم اهوت في الصوره، تمام، ده بيقدر يربط لي ايه ما بينها. ايضا النهايات الغير متساويه الاطراف برضه بيقوم بعمليه الربط ما بينهم، طبعا بشرط ان تكون النهايات متكامله. النوع الثاني الايكولاي لايجيز ده معزول من بكتيريا الايكولاي، الا ان الانزيم دوت بيشتغل فقط على النهايات الغير متساويه فقط، ما بيقدرش يكون الرابطه الفوسفودايستر بوند ما بين النهايات المتساويه. بعد كده بننتقل الى مجموعه انزيمات البناء البوليميريزس، شغلتها او وظيفتها بتعمل على بناء قطع دي ان ايه مكمله لقالب موجود عندي. فهو القالب طبعا ممكن يكون دي ان ايه وممكن يكون ار ان ايه، وزي ما هنشوف قدام ان في بعض انواع هذه الانزيمات ما بيحتاجش القالب، بيشتغل بدون قالب، يعني بيبقى سنجل ستراند في الجزئيه ديت. طيب انواع الانزيمات
المستخدمة من هذه البوليمريزس زي ما قلنا هم 4 أنواع أساسية وبتستخدم في مجال الهندسة الوراثية. الشكل عندي هنا البوليمريزس إنها بتحتاج قالب، جزء غير مكتمل من الخيط، وعندي تمبلت وخيط مقابل ليه، وبالتالي الإنزيم بيبتدي يبني لي الجزء الخالي دوت باستخدام الجزء المقابل كقالب. يبقى جي هيقابلها سي، التي هيقابلها ايه، وهكذا لحد ما يكتمل عندي بناء الخيط. اول انزيم هنبتدي نتكلم عنه انزيم الدي ان اي بوليميريز 1، وده انزيم فيه خاصيتين، الخاصيه الاولى خاصيه بناء والخاصيه الثانيه خاصيه هدم. البناء بيبني في اتجاه 5 3، يعني الخيط الجديد اللي بيتكون بيكون اتجاهه 5 3، لو رجع بالعكس في اتجاه 3 5 فكده بيهدم اللي بناه. فبنستخدمه ازاي الانزيم دوت؟ في حاله وجود فجوه في الخيط المزدوج بتاعي، يعني في خيط سليم وفي كسر في الخيط المقابل ليه، في عدد من النيوكليوتيدات مش موجود، بسميه نكت. ف بستخدم الانزيم دوت في بناء هذا الجزء الخالي. معتمدا على ايه؟ معتمدا على القالب المقابل ليه، الخيط المقابل ليه، يجيب لي نيوكليوتيدات تتكامل مع النيوكليوتيدات الموجوده قصاد الفراغ دوت، ويبدا يملا في الفراغ. بس هو في نقطه في الانزيم الدي ان اي بوليميريز 1، هو في الحقيقه بيملى الفراغ بس بيعمل هدم تالي لمين؟ للمنطقه التاليه، حوالي مثلا عدد من الايه؟ من النيوكليوتيدات، بيبتدي يشيلها ويبتدي يعيد البناء عليها، يعني ما بيشتغلش على النيك بس، لا هو بيبني في منطقه الفراغ ده وبعدين بيهد عدد من النيوكليوتيدات في نفس الخيط تاليه وبعدين يعيد بنائها مره اخرى. فيبان زي ما موجود قدام حضراتكم دلوقتي، دي يحصل ريبليسمنت لعدد من النيوكليوتيدات اللي كانت موجوده اصلا بعد الكسر. دي خاصيه موجوده في الدي ان اي بوليميريز 1. الدي ان اي بوليميريز 1 تعاملوا معاه في مجال الهندسه الوراثيه وتعرفوا على المنطقه اللي بتعمل عمليه هد اللي هي ليها نشاط نيوكليزس، تم ازالتها فاصبح الجزء اللي موجود معايا فقط هو الجزء اللي بيبني، فسميناه كلينو فراجمنت، وده معزول من بكتيريا لوكولاي. ده بيعمل على ايه؟ بيعمل على عمليه بناء فقط، ما بيهدمش، وبالتالي ما بيعملش عمليه ازاله للنيوكليوتيدات اللي موجوده اساسا بعد الجاب او بعد النك اللي موجود عندي. فهنا بيبني لي بس الفراغ اللي ايه؟ الحادث الموجود بيبني فيه، لكن ما بينزلش اي حاجه من النيوكليوتيدات الاساسيه اللي موجوده من الاول في الجزء بتاعي. استخداماته بستخدمه في ايه؟ بستخدم في عمل السيكونسنج، دي ان اي سيكونسنج. طبعا دي تقنيه من التقنيات اللي هي ممكن نتكلم عليها قدام ان شاء الله. النوع التالي انزيم النسخ العكسي اللي هو ريفرس ترانسكريبتيز. الريفرس ترانسكريبتيز ده انزيم اكتشف بالفعل من خلال الفيروس اللي هي الماده الوراثيه بتاعته ار ان اي. علشان يهاجم خليه العائل لابد ان الار ان اي بتاع الفيروس يدخل ويبتدي ينسخ نفسه الى دي ان اي عشان الخليه تتعامل معاه وتتعرف عليه، ويبتدي يحصل ريبليكيشن للماده الوراثيه بتاعت الفيروس داخل الخليه البكتيريه وينتج عديد من الار ان اي الخاص بالفيروس. الانزيم دوت معزول من الفيروس، تم الحصول عليه وتم استخدامه في مجال الهندسه الوراثيه. فالفكره يبقى عندي ار ان اي، الار ان اي باخده ابتدي احط معاه الانزيم ريفرس ترانسكريبتيز وابني نسخه مكمله لهذا الار ان اي من الدي ان اي. طبعا بيبقى سنجل ستراند الدي ان اي، في الحاله دي بسميه كومبلمنتري دي ان اي او سي دي ان اي. بعد كده هوت بتخلص من الار ان اي، فيبقى عندي خيط واحد بس مفرد من السي دي ان اي. باستخدام تقنيه البي سي ار وباستخدام الانزيمات اللي احنا بنستخدمها في البناء العاديه البوليميريزس العاديه بتاعتنا زي ما هيجي قدامه نتكلم عنها، بيبدا بناء نسخه مكمله لنسخه خيط الدي ان اي المفرد دوت، وبالتالي يبقى اصبح عندي الدي ان اي عباره عن دبل ستراندد مش سنجل ستراندد بعد هذه التقنيه، وبكده يبقى الجين موجود عندي بشكل كامل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الار ان اي تمبلت بتاعي لازم يبقى فيه. طبعا الريفرس ترانسكريبتيز بيعمل لي كومبلمنتيشن، بيبتدي يبني لي نسخه من خيط الدي ان اي، يعني كلمه خيط دي ان اي يعني ما فيهاش اي يوراسيل، اي قاعده يوراسيل بيلاقيها في الار ان اي يجيب لي قصادها اديتين، بيتكون عندي خيط جديد من الدي ان اي
اللي هو بسميه كومبلمنتري دي ان ايه، مكمل لمين؟ للار ان ايه. طبعا التقنيه دي مهمه جدا وبستخدمها في مجال الهندسه الوراثيه علشان اقدر ابني نسخه دي ان ايه. اخر مجموعه من الانزيمات اللي احنا بنتكلم عنها الخاصه بالبوليميريزس، مثال ليها التاك دي ان ايه بوليميريز. التاك دي ان ايه بوليميريز دوت هو انزيم بوليميريز بيبني دي ان ايه تم عزله من بكتيريا اسمها ثيرماس اكويتيكاس. هذه البكتيريا بتعيش على حواف العيون المائيه الساخنه او الحاره، توصل درجه الحراره 90 درجه مئويه في هذه الميه. وجدوا بكتيريا عايشه على حواف هذه الايه العيون، وتم عزلها في الاسم العلمي بتاع هذه البكتيريا ثيرماس اكويتيكاس، ووجدوا ان الانزيم بتاعها البوليميريز بيتحمل درجات الحراره المرتفعه، وبالتالي تم استخدامه في تقنيه البي سي ار. زي ما احنا عارفين ان تقنيه البي سي ار درجات الحراره فيها بنستخدم درجات حراره مختلفه، منها درجه حراره توصل ل 94 درجه مئويه، فوجدوا ان الانزيم دوت بيتحمل هذه الحراره، الى جانب ان نشاطه بيكون نشط جدا وشغال بشكل كويس في درجه حراره 72 درجه مئويه، الدرجه المثلى بتاعته في النشاط. فكده ده انزيم بيتميز انه بيشتغل في درجات الحراره المرتفعه، فده قدرنا ان احنا نحصل عليه ونستخدمه في تقنيات الهندسه الوراثيه بالاخص جزئيه البي سي ار. ننتقل بعد كده لمجموعه الانزيمات اللي هي الدي ان ايه موديفاينج انزيمز، اللي هي الانزيمات التي تعمل على تغيير المجموعات اللي موجوده في الدي ان ايه وبالاخص مجموعه الفوسفات. يا اما تزيل مجموعه الفوسفات يا اما تعمل اضافه لمجموعه الفوسفات لجزيء الدي ان ايه عندي. منها على سبيل المثال انزيم الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز يبقى بيعمل على ازاله مجاميع الفوسفات من اطراف الخيط من جهه الطرف 5 شرطه. جهه الطرف 5 شرطه بيبقى عليه مجموعه فوسفات، وبالتالي بيتم ازالتها من خلال هذا الانزيم. تتحول الى ايه؟ تتحول الى مجموعه هيدروكسيل. وبالتالي يبقى الجزيء عندي بدل ما هو فيه مجموعه فوسفات على الطرف 5 شرطه من جهه، وفي الجهه المقابله من الناحيه الثانيه هناك برضه 5 شرطه عليها مجموعه فوسفات، بيزيلها ويبقى مكانها مجموعه او اتش، وبالتالي الجزيء دوت بهذا الشكل لا يمكن ان يرتبط مع نفسه. وهنعرف القصه دي قدام. ما يقدرش ان هو يلتف حوالين نفسه ويعمل عمليه التحام تلقائي او التحام طبيعي. ليه؟ لان مجموعه الفوسفات اصبحت غير موجوده. فيصبح عند الجزيء موجود بهذا الشكل باستمرار. ما يقدرش يرتبط مع اي دي ان اي تاني. فده بيتم من خلال الانزيم الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز جابوه منين؟ مصدره كان الايكولاي او امعاء العجول. الانزيم الثاني بولي نيوكليوتايد كاينيز بيعمل عكس نشاط الالكالين فوسفاتيز، يعني بيعيد مجاميع الفوسفات للنهايه 5 شرط. وده زي ما حضراتكم شايفين اهوت، ادي كان الجزيء بعد ما ازلنا مجاميع الفوسفات من الاطراف 5 شرطه باستخدام البولي نيوكليوتايد كاينيز، بتعاد تاني مجاميع الفوسفات الى النهايه 5 شرط. القصه دي انا بعملها اثناء الخطوات اللي انا شغال فيها في عمليه الكلوننج، ممكن احتاج لها وبالتالي بستخدمها. اخر انزيم من هذه الانزيمات اسمه تيرمينال ديوكسي نيوكليوتايدال ترانسفيريز. الانزيم ده بيعمل ايه؟ وده بيبني، يعني من انواع البوليميريز. بيعمل ايه؟ بيعمل لي بناء لعدد من القواعد من جهه الطرف 3 شرطه دون الحاجه الى قالب. فده انزيم ممتاز جدا، ده ممكن يغير لي شكل النهايات بتاعه الجزيء. يعني النهايه ممكن تبقى بلانت اند، ممكن يعملها لي يخليها لي ستيكي اند من خلال اضافه نوع من النيوكليوتيدات، تمام؟ مثلا اقول ايه بتحتوي على قواعد ايه، وبالتالي يبقى اقدر ابني اطراف جهه طبعا 3 شرطه. هو بيستخدم مجموعه الهيدروكسيل الموجوده على الطرف 3 شرطه الحره في البناء عليها، وبالتالي بيكمل لي الخيط، يصبح عندي نهايات غير متساويه. فدي برضو ميزه ممكن استخدمها لو انا محتاج اليها في الشغل بتاعي. اخر مجموعه من الانزيمات اللي هي التوبو ايزوميريزس، هي احنا قلنا انها ما لهاش نشاط او ما لهاش استخدام واضح في الهندسه الوراثيه،
لكن من باب العلم بيها انها هي عباره عن مجموعه من الانزيمات مسؤوله عن ازاله او اضافه الحلزنه لجزيء الدي ان ايه بتاع حلق الشكل. الصوره اللي قدامنا دي خاصه بالبكتيريا، فهنا الدي ان ايه بتاع حلق الشكل، ف باستخدام الانزيمات بتاعه التوبو ايزوموريزس بيتم اضافه الحلزنه للجزيء، وبالتالي يلتف حوالين نفسه بشكل معين، مش هنخش في تفاصيل، الى ان يصبح فائق الحلزنه بهذا الشكل قدام حضرتك. طيب عايز ازيل هذه الحلزنه باستخدام نفس الانزيم انه يعيد الكسر، او انزيم اخر، لانها مجموعه من الانزيمات مش انزيم واحد، يعمل اعاده كسر للحلزنه بتاعتي ويرجعها لي تاني الى الشكل الطبيعي الريلاكسد بتاع الدي ان ايه. هذه الانزيمات متقسمه في مجموعتين، توبو ايزوموريزس 1 وتوبو ايزوموريزس 2. بكده حضرات المتابعين بيكون خلصنا لقائنا، اتكلمنا فيه عن مجموعه الانزيمات اللي ليها علاقه بالهندسه الوراثيه، منها اللي له نشاط هدم بيهدم، وطبعا اتكلمنا عنهم اكسونيوكليزس واندونيوكليزس، وركزنا على التايب 2 من الريستريكشن انزيمز، وهي دي اللي بتعنينا في جزئيه الهندسه الوراثيه عشان اقدر استخدمها في عمليه الجين كلونينج. بعد كده اتكلمنا عن الانزيمات المسؤوله عن عمليه التحام الكسر اللي هي اللايجيزس، وبعدين اتكلمنا عن الانزيمات المسؤوله عن عمليه البناء لخيوط الدي ان ايه، واتكلمنا ايضا على الانزيمات المسؤوله عن احداث تغييرات في جزيء الدي ان ايه من خلال اضافه او ازاله مجاميع الفوسفات، وبالاضافه للانزيم اللي بيعمل بناء لعدد بين النيكروتايدز على الطرف 3 شرطه للجزيء بدون الحاجه الى قالب. ونهايه انهينا اللقاء بتاعنا بالتوبو ايزوموريزس، وقلنا انها ما لهاش استخدام واسع قوي في مجال الهندسه الوراثيه. ارجو للجميع الاستفاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.